هذه هي الأشكال مثل ما قلنا shapes، كل شكل أنا أبي أقدر إن أنا أسوي له إدراج، وبعدين راح يطلع لي شريط كامل مختص حق هذا الشكل اللي أبي. إني حق اللاين الخطوط أنا أبي أسوي إدراج خط، هذا هو الخط، نغير لونه. الشيبس أول ما أضغط عليه راح يطلع لي الشريط كامل وفي الأيقونات المختصة حق الخط، طبعا كلهم مثل الشيب، إن هذا إندو إذا أنا أتراجع ولا ما أتراجع، المقص كات إن أنا مثلا أبي أشيله وأحطه مكان ثاني، أو إن أنا أبي أسوي له كوبي، أبي أزيد الخطوط بدل لا أضيف كل شوي أسوي كوبي أسوي بيست، ان انا ما ابي اسوي له ديليت، ان انا اسوي له لوك اقفله بحيث انه ما يتحرك معاي ولا اقدر اسوي فيه اي شيء. انا ابي اغير من لونه، اغير من لونه او اغير من الشفافية مالته، او ان انا اسوي له لينك مثل ما قلنا اذا ضغطنا عليه راح يوديني حق اللينك اللي انا ابي اعرضه، اور انه شنو انه العرض مال اللاين مثلا هو 10%، مثلا اخليه اكثر شوية، اخلي العرض او السمك ماله اكثر 23 وايد زين. اما هني اذا انا ابي اغير مثلا انا ما ابي يكون خطوط، أبي يكون خط متصل كامل، أو إن أنا أبي أسوي أنا أبي على طريقة الدوت نقط، نخليه خطوط متقطعة. هذه هي مميزات اللاين، أو إن أنا مثل ما قلنا إن نغير من يعني نخليه يكون ورا، نخليه يكون بالمقدمة ورا. هذه هي المميزات حق الخط أور اللاين. أول واحدة البليغرافيكس شيب أور لاين، شيب أند لاين، وعرفنا شنو هما الأشكال والخطوط. إني عند الأيكونز اللي هي الأيقونات، نضغط عليها طبعا راح يحطون لي all كل شيء، كل الايقونات راح يحطون لي اياها، كل الايقونات اللي عندهم راح يحطون لي اياها، مثلا كهم كلهم موجودين الله يحملون كلهم موجودين. اور انا اقدر استخدم color اللي بس اختار الايقونات اللي تكون ملونة راح يطلع لي كل الايقونات اللي راح تكون ملونة او تكون هي اساسا ملونة، كل الايقونات الملونة، او ان انا ما ابيها تكون ملونة ابيها ابيض واسود راح تطلع لي كل الايقونات اللي ملونة اللي تكون سوري اللي تكون ابيض واسود. ايقونات ملونة ثاني، ان انا ابي شغلات تكون مخصصة او متخصصة، هني اختارها هني جنرال يعني بشكل عام قاعد يطلعون لكم عن كل شيء، مثلا عن الاوفيس، عن البيبل، عن education، environmental، اي شيء اضغط على مثلا البيبل راح تطلع لي الايقونات اللي مختصة حق البيبل بس، اختار مثلا عن السكول راح تطلع لي الايقونات اللي مختصة على البيبو على السكول بس، على حسب ما بي بيبو مثلا ريبورت برزنتيشن تكنولوجي اي شيء انا ابي اضغط عليه مثلا برزنتيشن راح تطلع لي الايقونات المختصة حق البرزنتيشن بس. كل هذه الاشكال عندي خاصية ثانية ان انا اختار الشيء اللي ابي يكون شيء معين، ما ابي ادور ولا ابي اشوف اذا هو كان موجود ولا لا، على طول اروح هني
اكتبه، اكتب الاسم اللي انا ابي يطلع لي. مثلا نكتب book او notebook او notes، نشوف الاشياء اللي راح تطلع لي. كل الكتب اللي موجودة مثل ما قلنا هني search about book، ان الاشياء اللي انت سويتي عليها search راح يطلع لك اياهم كلهم. ان انا دورت عن بوك بس راح تطلع لي الاشياء اللي بوك. مثلا انا ابي يكون ملون، ما ابي يكون بوك لونه ابيض واسود. كل الاشياء اللي عن البوك راح تكون موجوده عندي هنا. هذه اشياء البوك. طبعا اذا انا حطيت اول راح تطلع لي كل الكتب الملونه والابيض والاسود. إذا حطيت كلر راح تطلع لي الكتب الملونة. إذا حطيت هالخيار راح يطلع لي الكتب الأبيض والأسود. فأنا ما أبي بوك، أروح حق الجنرال وأختار شيء مخصص معين أنا أبي، وراح يطلع لي كل شيء. هني عندنا هني خاصية الأيكون، وعرفنا شنو خاصية الأيكونز وشنو المميزات اللي تقدم لي إياها الأيقونات. هني عند الفوتو اللي هي الصور راح تطلع لي كل الصور اللي موجودة بالبرنامج نفسه. هذه هي الصور كلها، كل الصور الموجودة. كل الصور اللي يقدم لي اياها البرنامج صور جدا جميلة. صور عديدة. ومثل الحكاية إذا أنا أبي شيء مخصص أقدر أدخل من هنا أضغط على مثلا أبي عن السبورت، راح أضغط عن السبورت. أبي عن الويذر، راح أضغط عن الويذر. أبي عن الأجريكلتشر، أنيمال، أي شيء. إديكيشن، فاشن، راح أضغط عليه شيء مخصص معين، وراح يطلع لي كل الصور عن مثلا أنا حطيت الويذر، راح يطلع لي كل الصور عن الويذر. أنا بشيء معين أنا أبي وما أبي أدور. مثلاً أبي شيء عن أي شيء متعلق لي عن الهوم، فأنا راح أكتب هوم ونشوف شنو يطلع معنا. في صور عن الهوم، في صور عن الهوم، كل الصور المتعلقة عن الهوم راح يطلع لي. أنا سويت سيرش عن الهوم فراح يكتب لنا أنا سويت سيرش عن الهوم. أي ما أي شيء أسوي عنه سيرش راح يطلع لي. هذه هي الصور اللي متعلقة عن الهوم اللي أنا أبي. مثلا ما أبي عن الهوم، أبي عن شيء ثاني أقدر أكتبه. أبي شيء مخصص معين أدوره، أدور أو بشكل جنرال أدور الصور اللي أنا أبيها. هذه خاصية الفوتو. هي عند آخر أيقونة فوتو فريم. شنو هي؟ هي إطارات الصور. إطارات الصور اللي اي اطار انا اختاره من هني احطه راح اقدر ادخل داخل صورة. مثلا نختار لنا اطار، وكل عندي اطارات وايد اقدر استخدمهم استفيد منهم على شكل ارقام. عندي خيارات وايد متعددة. نختار أي إطار نبي. نختار هالإطار وأقدر من داخله أنا أحط الصورة اللي أنا أبيها. هذا الإطار مثلا، هذا هو عندي الإطار. أقدر مثلا أخلي ثلاث صور تكون داخله، ويكون الصور بهذا هو شكل الإطار، ويكون الصور بشكل عام كذي.
مثلا تسوي لدون كانسل مثلينا الماسك مثلا هذه الصورة اللي عندنا. نصغر شوي من حجمه. يعني معلومات بسيطة اللي نستفيدون منها. هذا هو الإطارات الصور، طبعا كل واحد يختار الإطار اللي عاجبه وعلى حسب الموضوع اللي بتتكلمون عنه والصور اللي بتحطون فيها. طبعا عندنا شغلات وايد متعددة، إطارات جميلة كثيرة، يقدم لنا البرنامج عدة مميزات وعدة خيارات نقدر احنا نقدم الانفوغرافيك مالنا بصورة جدا جميلة مبهرة وتجذب المشاهد. الحين نحط صور علشان يطلع لي عشان نعرف شلون طريقة الإطار. مثلا نحط الصورة، راح نسحبها وندخلها داخل ال صارت هذه هي مالتي الصورة الأولى. حطونا صورة ثانية، مثلا انا الانفوغرافيك مالي او الموضوع البرزنتيشن اللي انا بسويه مثلا بسوي عن soil analysis بما اني biology teacher، فراح نستخدم الاشياء مثلا نكتب soil نشوف يطلع معانا شيء او اي شيء متعلق بالsoil. الصور جميلة، مثلا نقدر نستخدم الصورة. طبعا اي شيء انا اسويه قاعد يصير سيف اوتوماتيكلي. نستخدم هالصوره، هذه هو الصور اللي انا اخترتهم حق موضوعي soil analysis. وبكذي قدرنا نستفيد من الصور، قدرنا نستفيد من اطارات الصور. طبعا اي موضوع انا اكتب عنه واسوي له سيرش راح يطلع لي هني شنو انا سويت. فعرفنا أول أيقونة اللي هي الجرافيك، يطلع لي shape and line الأشكال والخطوط اللي أنا أقدر أضيفها، كل shape وline أقدر أسوي فيه عدة في عدة أيقونات أقدر أعدل فيه. الأيقونز اللي هي أيقونات أقدر أضيف صور معينة، أيقونات معينة تكون ملونة أو إنها تكون black and white. عندي الفوتو أقدر أضيف الصور اللي أنا حابتها موجودة بالموضوع نفسه، أقدر أسوي إطارات حق الصور. إني عند ثاني واحدة اللي هي أبلود، أبلود إن أنا أضيف صور من عندي، صور موجودة بجهازي أنا أضيفها. شلون؟ راح نضغط هني وراح يفتح لي المجلد مالي، مثلا أي صورة نحطها. فراح تطلع لي الصورة اللي أنا اخترتها موجودة تحت. أقدر أضيف عدة صور بس بحيث إن الموقع مخصص لي بس مساحة 40 ميجا بايت، وأنا حطيت هالصورة، هالصورة مساحتها 0.05، خذيت من المساحة 40 ميجا بايت only 0.05 ميجا بايت. فهني أقدر أضيف كل الصور اللي أنا أبيها بحيث إن كلهم تكون مساحتهم 40، ما أقدر أتجاوز مساحة 40 إلا بطريقة واحدة. إذا أنا أبي أتجاوز مساحة 40 ميجا بايت أقدر أنا أشترك بالبرنامج وأشتري، ويكون هو برسو أشتري المساحة اللي أنا محتاجتها على حسب الصور اللي أنا بحطها، على حسب موضوع اللي أنا بتكلم فيه أحط المساحة اللي أنا أبيها أشتريها بفلوس. فهني احنا ضفنا صورتنا بالمساحة اللي هما للحين ما
عدينا المساحة اللي مطلوبة.